بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نتواصل معاكم ولا زال التواصل والحديث دائما مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين هنا في هذا الانطلاق، هذا الناموس مع شوطنا السادس الذي يخصص للإبكار الحول، أو عفوا الحول أصحاب السمو الشيوخ، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. اللي في المركز الأول ما شاء الله هناك بنقول مهاجرة للسيد محمد بن سيف بن حسين الغزيلة، ثاني المراكز سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع شاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن واس، وفي عملية التضمير عبد الله بن علي بن واز، وفي المركز الرابع ما شاء الله ما نقولها وحيشة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس هناك من الجانب الثاني خامس المراكز شرارة سمو الشيخ أحمد محمد بن راشد المكتوم مطر بن علي بن واز. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل الموفق ما شاء الله فيه في, 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 في هذا الانطلاق والمهاجرة. إلى أين سوف تهاجر؟ إلى أين سوف تذهب مع هذا الشعار ومع جماهيره ومحبينه؟ إلى خط الناموس إن شاء الله، ونتمنى التوفيق دائما مع هذا الشعار مع هذا الأداء الجميل والمميز ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي غيرت هناك الغزيلة اللي تغازل الناموس مع هذا الأداء الجميل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان والراشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثاني عفوا تأتي مهاجرة هنا ثاني مراكز لمحمد بن سيف بن حسين، وفي المركز الثالث من تصل في شرارة لسمو الشيخ أحمد محمد براشد المكتوم من طرب بن علي أبو نواس، وفي المركز الرابع وحيشة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس بنقول شاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن علي أبو نواس. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الكوكبة وعلى هذا الأداء الجميل في هذا البداية، بداية موسم خير نحن بنقول لهذه الشعارات، مساء بداية موسم خير، موسم عطاء، موسم ناموس، موسم إنجازات إن شاء الله في هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. ولكن نحن نتحدث عن الأداء وشرارة تتسلل من الجانب الثاني باحثة عن ناموس لسمو الشيخ أحمد محمد والراشد آل مكتوم مطر بن علي أبو نواس، هو في عملية التضمير، بينما اللي هناك الغزيلة بنقول على ثاني المراكز سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري مهاجر هنا على ثالث المراكز. تبغي تقول أشوفك وين يا مهاجر؟ تبغي تهاجر بالناموس محمد بن سيف بن حسين؟ حرك حرك الأمور هناك تتجه مع الناموس. نقلتنا على ثالث المراكز، المركز الرابع وحيشة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر عبد الله بن علي أبو نواس. ها هي النتيجة ما شاء الله للمراكز، ذعناها عليكم بلوح التمام، هكذا كانت النتيجة للمراكز حاضرة مع الأداء الراقي والجميل ما شاء الله من هذه الشعارات الجميلة والمميزة ما شاء الله. وين هناك شرارة؟ شرارة على المركز الأول، مسيطرة على مقدمة الشوط سمو الشيخ أحمد محمد بن راشد آل مكتوم مع مطر بن علي أبو نواس، وفي ثاني المراكز هناك من الجانب الثاني بنقول لغزيلة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع السيد سعيد بن عبيد الحميد أيضا ثاني المراكز. الثالث المراكز أيضا المركز الرابع هناك الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس، وفي المركز الخامس ما شاء الله
اللي في المركز الخامس اللي سمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري اللي هي النصيبة. ها هي النتيجة حاضرة مع هذا الانطلاق، هكذا كانت النتيجة حاضرة مع هذا الناموس الجميل وهذا الناموس المميز والموفق ما شاء الله مع هدوء وأداء الجميع. الله على التغيير اللي يغير اللي غيرت على المركز الأول ما شاء الله. الغزيلة في المركز الأول مركز الناموس، دائما تعرف أين الطريقة، تعرف أين الطريق الناموس. تهانينا والناموس ليسمو شيخ مكتوم بن حمدان والراشد المكتوم، بنقول تهانينا للمتألق في هذا الموسم في بداياته سعيد بن عبيد الحميري سواء في سن الكبار أو الصغار. هناك المشاركة دائما مع الناموس والنقاط دائما مع الناموس. هي اللحظات الوصول إلى عنوان الناموس، هي لحظات وصولها إلى المركز الأول. تهانينا والناموس، هي لحظات صورة خط النهائي مع الفوز والناموس. هي لحظات صورة المركز الثاني سمو الشيخ أحمد محمد راشد المكتوم، وفي المركز الثالث لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع النصيبة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وفي المركز الخامس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس. توقيت الزميلي بنقول 6 دقائق 31 ثانية 20 جزمة ثانية. تهانينا والناموس.